سارع المعارضون في الداخل السوري إلى تنظيم تظاهرات واسعة النطاق في المدن رداً على تظاهرات حلب الأربعاء الداعمة للنظام، فنظموا مسائيات حاشدة. التظاهرات المعارضة التي استمرت حتى صباح الخميس خرجت بالرغم من ارتفاع عدد المدنيين القتلى، خصوصا في حمص حيث تنفذ القوى الأمنية وعناصر موالية لها عمليات واسعة النطاق يتخللها قصف للأحياء. يا أمي قاعدين عم تروح، باب الجيش، قصف البيت، راحوا لبنات نور ونايمة. وفي السياق عينه ينفذ معارضو النظام إضرابا عاما وتظاهرات احتجاجا على تصرفات الجيش وتعاطيه مع الاحتجاجات الشعبية. وأفاد أحد سكان درعا أن المحال مغلق بالكامل باستثناء الصيدليات، كما استمرت مواقع المعارضين على الإنترنت بنشر مقاطع مصورة تظهر تجاوزات النظام. دعمة بالدبابات إلى حي الخالدية، قصف على المباني. وفي موازاة مسألة التظاهرات والتصدي لها، كثرت في الآونة الأخيرة الاشتباكات بين الجيش السوري وعناصر منشقة سقط فيها قتلى من الطرفين. وأفاد المنشقون وهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر بأن مجموعة من كتيبة عمر بن الخطاب قاتلت على الحدود السورية اللبنانية، حيث انشق عناصر من الجيش وانضموا إلى صفوفها ومعهم عتادهم. من جهته هدد المجلس الوطني السوري المعارض بطلب تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين من القمع غير المسؤول الذي يمارسه النظام السوري. وأكد أحد أعضائه نجيب غضبان خلال زيارته ليبيا أن النظام رد على المبادرة العربية بمزيد من المجازر في حمص. من جهتهم دعا ناشطو الداخل عبر صفحتهم على فيسبوك إلى تظاهرات حاشدة يوم الجمعة بعنوان شهداء المهلة العربية، متسائلين ألم تكفكم كل هذه الدماء يا عرب؟